حديث أكثر مشاهدينا حول هذا الملف. ينضم إلينا الآن من لندن الصحفي المختص في الشؤون الرياضية السيد خالد الشيخ. أستاذ خالد، أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة. أستاذ خالد، ولكن البعض يعني يطرح هذا السؤال، لماذا تتفق هذه الأندية الاثني عشر ومقبل لاحقا ثلاثة أندية أخرى 15 نادي على تشكيل بطولة السوبر الأوروبي خارج عباءة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؟ هل نتحدث عن نخبوية اليوم، طبقية حتى في كرة القدم؟ تفضل استاذ خالد. نعم، مساء الخير اولا. طبعا انا اسمي خلدون مش خالد، لكن نعم تفضل منك سيدي، اشكرك على التصحيح. تفضل استاذ خلدون. العفو عزيزي. في الواقع طبعا الفكرة جاءت، هي فكرة أمريكية جاءت لتطبيق أو نسخ النموذج الأمريكي في الرياضات، منها كرة السلة الأمريكية الـ NBA أو كرة القدم الأمريكية، التي تقوم على أنه يكون هناك مجموعة محددة من الفرق تلعب دائما في هذا الدوري النخبة، لا هبوط بعد نهاية موسم ولا صعود لأندية جديدة. الذي تغير الآن، هناك استدعاء لخمسة أندية. طبعا هذا أيضا سخف وأمر ساذج يعني بالنسبة لعقول المشجعين في أوروبا، أنه كيف سيحدث ذلك. كل هذا ينم عن جشع فقط من رؤساء الأندية. إذا طلعنا على من سيقود هذا الدوري، طبعا رئيس ريال مدريد هو سيكون رئيس الاتحاد أو رئيس الدوري السوبر. ثلاثة رؤساء أمريكان هم سيكونوا نواب للرئيس. في الواقع ماذا سيحدث لو أن ريال مدريد ارتكب خطأ في مباراة في هذا الدوري؟ كيف سيحكم فلورنتينو بيريز في هذا الأمر؟ هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تحدث، لكن أهم شيء ما يقود المشجع الإنجليزي إلى الغضب العارم. في الواقع ليس فقط كل أطياف كرة القدم الأوروبية أو الإنجليزية أصبحت أو رأت هذا القرار بأنه منبوذ ومكروه، يعني من السياسيين، من رئيس الوزراء إلى رئيس أو وزير الثقافة والرياضة دودن، وأيضا من يعني الصحافة والإعلام وروابط المشجعين مثل ما رأينا قبل قليل، ونجوم سابقين لهذه الأندية الستة بالتحديد. يعني هناك مشكلة كبيرة تتعلق بأنه كيفية الموافقة على هذا الأمر، لأنه يضرب النسيج الكروي البريطاني والأوروبي، يهدم الهرم الكروي في كل الأندية، يضرب الهرم الكروي ويحدث الشرخ كما تحدثت أستاذ خلدون حول هذه النقطة بالتحديد. ولكن إذا ما تم إقامة هذه البطولة، ألا تهتم هذه الفرق الكبرى ولا تعبأ بكل التهديدات القادمة من كرة القدم أو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو اتحاد دولي لكرة القدم بمنع هذه الفرق من المشاركة في البطولات الأوروبية، أو حتى منع اللاعبين لاحقا من المشاركة قد تكون في كأس العالم المقبل في قطر؟ ألا تهتم بهذه التحذيرات وهذه التهديدات؟ نعم، هناك تهديدات بذلك، لكن هذه الأندية الضخمة الكبيرة ستلجأ إلى القضاء، والقضاء يعني ممكن أن يحكم لمصلحتها بأن يحرم الاتحادين الدولي الفيفا واليويفا من حرمان اللاعبين من المشاركة مع منتخباتهم، ويحرم من الاتحادات الوطنية من طرد هذه الأندية الاثني عشر من بطولاتها المحلية، وبالتالي سيكسبون الأمر. لكن المشكلة ليست هذه، حتى لو تم طرد هذه الأندية، كيف سيقوم دوري سوبر على فقط 12 ناديا أو 15 ناديا؟ كيف سيحرم؟ نعم أو طيب أستاذ خلدون، أنا بشكرك. طب أكمل أستاذ خلدون، تفضل بشكل سريع. نعم. لو سمحت. لا يعني أنا بس أقصد أنه الأندية الصغيرة، الأندية الأخرى عفوا، مثل أياكس، بورتو، بنفيكا، أندرلخت، هذه أسماء كبيرة في عالم الكرة الأوروبية، لماذا تحرم من المشاركة؟ أشكرك جزيل شكر أستاذ خلدون الشيخ الصحفي المختص في الشؤون الرياضية من لندن، أشكرك على كل هذه التفاصيل، يعطيك ألف عافية.